اخواتي خوتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يوصلكم وانتم في احسن الاحوال. اليوم جيتكم بواحد الوصفه ديال السمك السردين. كما كنعرفوا سمك السردين عنده كثير الاستعمالات، نقدروا نقليوه، نقدروا نشويوه، نقدروا نديروه على شكل كفته. اليوم جيتكم بواحد الوصفه، يعني بواحد الطريقه اخرى، هي وصفه السردين اللي غادي نعمرو معمر بالرز وبالخضر. ولهذا الوصفه اخواتي غادي نمروا هنايا على ثلاثه ديال، يعني عندنا ثلاثه ديال المراحل او ثلاثه تاع لي زيتاب. عندي هنايا بالنسبه اول حاجه السمك مع الشرموله ديالو، ثاني حاجه غادي نوري لكم الرز كيفاش غادي نديروا العماره مع دوك الخضر، وثالث حاجه غادي نخدموا لاصوص اللي غادي يطيب فيها هذا السمك. اول حاجه اخواتي غادي نخدم هنايا انا الشرموله. اول حاجه عندي هنايا شويه ديال القزبر والمعدنوس، عندي هنايا توابل، عندي هنايا الملح، عندي هنايا شويه تاع الفلفل الاسود او الابزار، عندي هنايا شويه الفلفل الاحمر بزياده، شويه الخرقوم، وشويه ديال الكمون، وبالطبيعه يعني كما ذكرت الملح. عندي هنايا واحد العصره نتاع السيترون على حسب معلقه حتى تزوج معالق كبار. عندي هنايا الثوم. اخواتي اللي عندها البودره تستعمل البودره، اللي ما عندهاش تقدر تستعمل ثلاثه ديال الفصوص محكوكين او مقطعين صغير. عندي هنايا شويه ديال الاوريغانو او الزعتر، وعندي هنايا واحد شويه ديال الهريسه اللي مخلطه مع واحد شويه ديال مطيشه مركزه. عندي هنايا شويه ديال زيت الزيتون، واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير واحد شويه ديال الماء، واحد شويه غادي نحرك كلشي. هاد الشرموله اخواتي غادي نقسمها تقريبا على ثلاثه ديال القسمات. غادي هنايا فاش كان القزبر والمعدنوس غادي نهز واحد شويه، والشي الاخر غادي نشرمل فيه السمك ديالنا. بالنسبه للسمك اخواتي راكو كما كتشوفوا نقيوه مزيان برا والداخل، نحيدوا له كاع داك الشوك ديالو، داك السلسول الظهر ديالو، وغادي نشدوه هكا ونشرملوه ونخليوه على جنب. وغادي نبقاو هكا غاديين معاه حتى نساليو كلشي السمك ديالنا. كما كتشوفوا اخواتي دابا راني شرملت السمك ديالي كامل، غادي تخليوه على حسب الوقت ديالكم شحال ما خليتوه في هاد الشرموله شحال ما كيجي بنين ولذيد. بالنسبه اخواتي للحشو او العماره، عندي هنايا شويه ديال الرز اللي سلقته غير في شويه ديال الخرقوم شويه ديال الفلفل الاسود، وغادي نضيف له شويه هنايا عندي ديال البصله اللي مقطعه رقيق، وعندي هنايا الفلفل الاحمر او البابريكا، عندي هنايا الفلفل الاخضر. هادو ثلاثه غادي نشحرهم في واحد شويه ديال الزيت، يا اما العاديه يا اما زيت الزيتون، وغادي نشحرهم غير في الزيت ما ندير لهم شي حاجه. من بعد عاد غادي نضيف لهم من هذيك الشرموله اللي سبقنا ودرناها.
كما كتشوفوا اخواتي، اول حاجه غادي نشحروا هذيك البصله كما قلنا مع دوك زوج نتاع الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. اول حاجه غادي ندير شويه ديال الزيت، بسم الله. غادي نضيف لها هنايا شويه ديال البصله، ودابا غادي نضيف لها هذاك الفلفل الاخضر اللي مقطعته قطع صغيره باش يجينا في العماره، ونضيف له الفلفل الاحمر. بغيتو اخواتي ديروا له هذه الطريقه، بغيتو تشويوه وتقطعوه قطع صغيره حتى هو ديك النكهه ديال الشوي كتجي فيه زوين، ولكن انا هنايا كنحب دو كنديرو مع البصله كيجي زوين. وتبقاو مع التحريك المستمر اخواتي حتى ينشفنا مع هاد البصله، وغادي من بعد نوري لكم الطريقه كيفاش غادي نديرو له في العمار. كما كتشوفوا اخواتي هنايا عندي الرز، بالنسبه دابا غادي نمروا بالعماره. هنايا الرز اللي سلقته غير في شويه ديال الخرقوم وواحد شويه ديال الفلفل الاسود. هادو هنايا عندي دوك البصله اللي شحرتها مع الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، ما درت لهم حتى شي حاجه، غادي نخلط هنايا. وهاد شويه اخواتي غادي نخليه لاصوص، غادي نوري لكم الطريقه من بعد كيفاش غادي نديروا لها. ودابا غادي نجيبوا ديك الشرموله ديالنا اللي نقصناها وغادي نزيدوها في هاد العماره، وغادي نخلطوا كلشي. صدقوني اخواتي هاد العماره كتجي رائعه مع هذاك داك السردين. واللي بغات شي حاجه اخرى مثلا الزيتون ولا انا الزيتون غادي نخليه، غادي نديرو في لاصوص اللي غادي يطيب فيها هاد السردين. كما كتشوفوا اخواتي دابا ملي خلطت هاد العماره ديالي ديال الرز والفلفل والبصله، غادي نجيب السردين ديالي وغادي نعمر. قبل اخواتي ما نعمر السمك ديالي غادي نوري لكم لاصوص. انا هنايا عندي لاصوص طوماط اللي جاهزه، تقدري سيداتي ديري زوج حتى ثلاثه ديال المطيشات على حسب الحجم ديالهم وتحكيهم، وتزيدي معاهم شويه نتاع الطماطم مركزه الطوماطيش نتاع القرطي. هنا كما قلت لكم انا عندي هنايا جاهزه، هنا غادي نضيف لها هذوك البصله والفلفل الاحمر والاخضر اللي درناه في العماره، غادي نضيفوا لهاد لاصوص. وغادي هنايا عندي شويه ديال الزيتون المقطع اللي غادي يعطي ثاني هو واحد النكهه رائعه في السمك. وعندي هنايا واحد الوريقه ديال الرمد ولا زوج ورقات الا كان عندكم حجم صغير. وغادي ديك العماره اللي او عفوا ديك الشرموله غادي نديرها هنايا، البقيه ديك الشرموله ديالي، وغادي نخلط كل شيء وندير في المول ديالي اللي غادي يدخل للفرن. اخواتي كما كتشوفوا لاصوص ديالي راني درتها هنايا في المول اللي غادي ندير فيه السمك وندخلو للفرن، غادي نخليه هنايا على جنب. والحشو او العماره اللي وريتها لكم هي هذه، ودابا على بركه الله غادي نبدي نعمر السمك ديالنا. بسم الله على بركه الله، غادي نجيبوا السمكه ديالنا غادي تحطوها تبديو بديك الجهه اللي صغيره او الجهه اللي ضيقه، وغادي نهزوا شويه ديال الحشو كما كتشوفوا، وغادي نلويو السمكه ديالنا.
كما كتشوفوا هكا، وغادي نحطوها مباشره في كما كتشوفوا في المول ديالي. غادي نعاودوا وحده اخرى بسم الله. مادا بيكم اخواتي تشوفوا تشريو السمك اللي يكون السردين اللي يكون شويه الحجم ديالو كبير باش يجيكم العمارة. كما كتشوفوا هذه ثاني وحده، وديروها مباشره في هذا في المول. وغادي نبقى اخواتي مستمره حتى نكمل السمك. كما كتشوفوا حتى نكمل السمك ديالي كامل، وغادي نرجع معكم اخواتي. كما كتشوفوا ملي كملت السمك ديالي كامل، درت له زدت له هذوك واحد الطريفات ديال الحامض على حسب الذوق ديالك سيداتي. وغادي دابا ندفعوا للفران على درجه حراره 180 درجه. كتعرفوا السمك ديال السردين ما غاديش يطلب يعني مده طويله في الطياب، وملي غادي يطيب غادي نرجع معكم وغادي نوري لكم الشكل النهائي. بقاو معايا اخواتي، هذا هو الشكل النهائي ديال السمك ديالنا اللي عمرناه بالرز والخضار. نتمنى هاد الوصفه تجربيها سيداتي وتنال الاعجاب ديالك، وتردوا عليا في التعاليق مزيدا من الدعم اخواتي. والى لقاء اخر بحول الله.